الو. الو، ايوه، مساء الخير. مساء النور. ممكن ما اقولش اسمي من فضلك؟ ممكن ما تقوليش اي حاجه لو انت عايزه، كل اللي انت عايزاه انا موافق عليه. ميرسي، ربنا يعزك، ربنا يخليك. طيب كام سنه؟ 24. 24 سنه. احكي لي بقى الحكايه تحت امرك، اتفضلي. ربنا يكرمك. انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا مش عارفه اخرج منها. نخرج، ربنا يسهل ونظبط الدنيا، قولي لي يا رب. انا دلوقتي كان في موضوع من 3 سنين ان في شاب تعرفت عليه عن طريق والدته. المفروض ان والدتي دي كانت اصلا في دار مسنين، وانا اصلا مدرسه. فانا العادي يعني بنروح مثلا نسلم على الناس الكبيره، نشوفها الكلام ده كله. فالمهم لقيت الست، اتكلمنا مع بعض، عرفنا بعض. لقيتها بتقول انا محتاجه لك لابني وانت شكلك غلبان وطيبه. طبعا الظروف اللي انا حكيتها لها عندي في البيت، فهي اتعاطفت معايا. فقالت لي اجوزك ابني وقلت لها ماشي. انا بصراحه كنت هسيب البيت وامشي. كنت هسيب البيت وتمشي ليه؟ طيب ممكن انت بتكلمي تليفون ارضي ولا تليفون موبايل؟ موبايل. يبقى المشكله عندنا احنا هنا في الخطوط. طيب كنت هتسيبي البيت عشان اهلك بيعملوكي بقسوه؟ ايوه. طيب وبعدين؟ وبعدين هي قالت لي انا عايزاك تتجوزها وكده، هو وافق. وافق بس عشان يرضيها. مش بيحبني، كان بيحب بنت صغيره ثانيه. طيب هطلب منك طلب. نقفل السكة وهطلبك حالا على طول، فما تشغليش تليفونك عشان نخلص من الخروشة دي واسمعك كويس. ممكن؟ أوكي. هحاول بسرعة بس ما تشغليش خطك أرجوكي. أوكي؟ طيب. أيوة كده أحسن. أيوة. معلش أنا بعتذر لحضرتك على الخط اللي كان فيه. لا يا فندم. أنت كان عندك مشاكل في البيت وكانت أهلك باباكي ومامتك بيعملوكي بقسوة؟ لا لا لا، أنا ما مش معايا. باباكي ومراته مثلا؟ اه. هي اللي بتعاملك وحش؟ الاثنين. وباباكي بيعاملك وحش ليه؟ علشان ما اتجوزتش. طب ده انت كل اللي عندك 24 سنه ما اتجوزتيش ايه؟ ما هو بابا شايف اني ما دام ما اتجوزتش الناس يا مطلع وشي، والناس بتقول له بنتك وبنتك وبنتك وبنتك. طيب ده ابهات كتيره بتعمل كده، بس ده مش معناها انك تهربي من البيت. هو جاب لك عرسان وانت رفضتي؟ لا، انا اصلا ما كانش بيتقدم لي ناس كويسه، فانا غصب عني كنت برفض. اه. طيب وبعدين قابلت الست دي وقالت لك اجوزك ابني. وانت وافقتي وهو ما كانش بيحبك. انا بسمرايز معاكي الامور. وبعد كده قال لك اتجوزك من ورا اهلك وانت وافقتي. وبعدين إيه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ انا خدت شنطة هدومي عشان يحاولوا ان احنا نتجوز. فالمهم رحت، الكلام اللي كان قايله ما كانش موجود. يعني المفروض ان في شهود هتيجي، مفيش حد جه. المفروض مأذون هيجي، مفيش حد جه. لقيت نفسي في وضع ان مفيش حد جه، وان انا في المكان لوحدي. وانك مضطره تباتي. ايه؟ مضطره اني بات. دي خلاص مشيت. عدى يوم، عدى يوم مش قاعده في البيت. فخلاص انا المفروض ان البني ادم دوت جوزي. لا، كان ممكن ترجعي لابوكي تاني تقولي له انا اسفه، انا كان حالتي النفسيه سيئه فخدت شنطتي وقلت اروح اقعد عند واحده صاحبتي، وترجعي بيتكو تاني. لا بصراحه، ما بصراحه انا ما كنتش عايزه ارجع. طيب وبعدين؟ ده كان العيب فيا برضو، انا ما كنتش عايزه ارجع بصراحه. انا ما صدقت اني اسيب البيت. طيب وبعدين؟ حصلت بينا العلاقه، بس ما كانش يعني العلاقه الكامله، بس حصلت حاجه. حصلت علاقة بس مش كاملة، يعني ما فقدتيش عذريتك. لا لا لا، حصل حصل. حصل. بس لما حصل جه قال لي انت تمام وانت بنت ومفيش أي حاجة وانت زي الفل. وخدت بعضي ومشيت وخلاص، أهلي سكتوا وأنا خلاص أنا تمام. أنا مفيش حاجة. يعني رجعتي بيت أهلك تاني؟ أه رجعت، رجعت والدنيا مشيت وخلاص ومفيش أبوكي حاجة. أمك أبوكي عمل لك إيه لما رجعتي؟ بهدلني طبعا، ضربني وبهدلني وكانت بهدلة، بس قدرت اسيطر على الموضوع، يعني قدرت الم الموضوع. فمهم رجعت وخلاص انت زي الفل يا بنتي، مفيش اي حاجة وكده، وانا بصراحة مش هينفع اتجوز والكلام ده كله. قلت له خلاص ماشي، نقطع علاقتنا ببعض. وقطع علاقته بيا فعلا. والدته ماتت بسبب بعضه، مشي من المنطقة.
خلاص ما بقاش عايش في المنطقه. فجاه لقيته رايح يتجوز بالبنت، بنت شغاله بتاعت مامته، عيالة صغيرة عندها 12 سنة. ازاي يتجوز بنت عندها 12 سنة؟ جوزها 12 سنة وتسنني 3 سنين. وتسننت ايه؟ 3 سنين. اه. من البنت متعلقة بيه جدا وبتروح وراه في كل حتة ومش عارف ايه، وطبعا مامتها خافت ان هي ما تجوزهاش ياخدها يعمل فيها حاجة. فوافقت ان هي تجوزها له. المهم اتجوزها وخلف منها. مهم انا يعني انا خلاص خلف منها. ازاي دي عندها 12 سنه؟ خلف منها بنت. ازاي يا بنت الناس؟ والله فعلا زي ما بقول لك، يعني فعلا يعني 12 13 يعني فعلا معاها بنت دلوقتي 9 شهور. وبعدين المهم خلف منها. والمهم انا قلت خلاص ماشي اتخطب واتجوز وعادي ما حصلش حاجه. لقيت نفسي يعني ما اعرفش ايه اللي خلاني اروح اكشف. اكتشفتي انك مش فيرجن؟ رحت كشفت عند دكتورة وقلت لها حصل واحدة حاجات لها بالتفصيل. فجأت قالت لي لا. قالت لي فيش الكلام ده كله. قلت لها يعني مش لازم درجة معينة مش عارف. قالت لي لا 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 ده كلام فاضي فيش الكلام ده. يعني انت مش يعني مش عذراء. فالمهم سيبته 3 سنين ما اعرفش عنه حاجة. لقيت فجأة كلمني على فيسبوك. انا تعبان في حياتي وحقك عليا وتعين الجوز واللي انت عايزاه وتحت امرك وخدامك. فقلت الحمد لله. قلت خلاص هتجوز. جينا الايام دي. تعالى تقدم لي. لا مش هينفع اقدم لك. طب ليه؟ الناس هتاكل وشي. الناس هتقول انت ربنا مديلك هتروح تتجوز على مراتك. تعين الجوز في السر واحط اهلي واحط اهلي مراتي ده الامر الواقع. قلت مش هينفع اعمل ده. يقول لي لا اعمليه، ما انت كنت هتعمليه زمان، ايه المشكله لو عملتيه دلوقتي؟ اقول له بس انا دلوقتي كبرت وفهمت وبقيت عقله، بقيت بخاف على نفسي وبخاف على سمعه اهلي. بقيت بتحاشى اي حاجه وبقيت بفهم وبقيت بعرف اتعامل. انا مش زي الاول. لا مش عايز يجي يتقدم. الكلام اللي قاله لغاه. ده غير ما فضحني عند كل اصحابه، راح قال لهم انا هتجوز عشان اصلح غلطتي معاها. طب اكتب عليا وطلقني. لا مش هينفع اعمل ده. اتقدم لي ولو اهلي ما رضيوش انا هاجي معاك واحطهم قدام امر الواقع وهوديك عند ماما نتجوز. قال لي لا. طيب انا اعمل ايه؟ اروح فين؟ قال لي عاوزه تيجي نكتب، تعالي بكره نكتب، لكن انا مش هتقدم ومش هاجي ومش هحط نفسي في موقف محرج. طب انا اعمل ايه؟ قلت له انا مش عايزه اعمل عمليه. حرام لما اعمل عمليه. انا مصيبتي ان انا اي حد بيعرض عليا جواز بروح اقول له. طيب وبعدين وصلتوا لايه؟ وافقتي؟ وصلنا ان هو مش عايز يجي يتقدم. اه. دلوقتي لمين زي الكلبه مش عاوز يجي يتقدم مش عايز يجي يعمل حاجه. خلاص هو قال لي انا مش هتقدم. جابها لي صريحه قال لي انا مش هتجوزك قدام الناس مش هتجوزك علقني. طيب تعالي تعالي نقول ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اه. اوكي؟ اسالك سؤال بسيط جدا، انت قابلتي والدته في دار مسنين. اللي يودي امه دار مسنين وهو على وش الدنيا عايش يبقى انسان لا يستحق هذه الحياه. في بعض الناس بتودي اهاليها دور مسنين لظروف قهريه ما نقدرش نلومهم. لان لو قعدت معاها تتبهدل في دار المسنين هتتصان اكتر ويقدر رايح جاي عليها يزورها. هل هو كان من النوعيه دي ولا هو كان مقضيها فودى امه دار مسنين؟ هو كان قاعد معاها في نفس الاوضه اللي هي قاعده فيها. قاعد معاها في الدار؟ ليه ما كان لوش بيت يقعد فيه ولا ايه؟ لا هو ما كانش ليه بيت. وقت ما حصل معايا اللي حصل كان مأجر شقه، ده اللي عرفته في الاخر. ما كانش. طب مأجر شقه ما عادش امه معاه ليه في الشقه؟ ما قعدهاش. قال لك ما هي مش عايز تيجي تعيش معايا، هي مرتاحه هنا اكتر. اه. هي امه كانت بتخاف منه. يعني هو ما كانش انسان محترم. أمه اللي هي أمه كانت بتخاف منه. بص يا بنت الناس، أنت دخلتي مع الأسف بسبب مشكلة صغيرة جدا بيمروا بيها كل البنات مع أهاليهم، لأن كل الأهالي عايزين بناتها تتجوز، وأهالي كتيرة جدا بيقفشوا على بناتهم علشان حكاية الجواز دي. أنت والدك قفش عليكي وحصلت المشاكل إياها فما استحملتيش القصة،
فأول ما جالك العرض الخيبان ده وافقتي عليه بدون أي وعي، بدون أي تفكير، بدون أي يعني عقلانية، وبالتالي وقعتي معايل لا يستحق أساسا أنه يتقال عليه راجل، لأنه ما طلعش راجل معاكي، طلع كذاب غشاش مخادع، خدك لحد بيته، عمل معاكي علاقة، فض عذريتك، لا جاب مأذون ولا جاب شهود، وانتي أساسا متهورة وخدتي خطوة مجنونة. رجعنا وربنا سطر والحمد لله مشيت، لحد ما ايه بنقول يا رب يا حيطة داريني لحد ما اتجوز واشوف حد يتجوزني. ترجعي تاني لنفس الدوامة مع نفس الشخص القذر اللي لعب بيكي وراح اتجوز البت اللي عندها 12 سنة اللي هي الشغالة بتاعت امه، وعايز يلعب بيكي تاني وعايز يجيبك تاني في نفس الوضع تاني، والمرة دي ممكن بقى تحملي ويبقى فيها مصيبة اكبر تاني، وفي الاخر تقولي مش عايز يتجوزني اعمل ايه يا شيخة؟ عنه ما اتجوزك، ده انسان لا يستحق اساسا انك تبصي في وشه، يعني بدل ما تبتسم في وشه ده لازم يتف في وشه، ده مش راجل، ده عيل قذر مش راجل، انسان عايش كده على وش الفتة مش عارف هو بيعمل ايه، بياخد شهوته من اي حد وخلاص. هو كل الحدوتة انه زهق من البت اللي عنده صغيرة وقال بقى اخد دي تاني لفة. ما انتي مش عجلة يا بنت الناس، هيأجرك كل شوية لفة. لما تقبلي على نفسك ده هتقبلي على نفسك اي حاجة. خليكي في بيت ابوكي بتحترمي نفسك وتحترمي حياتك لحد ما ربنا يبعتلك انسان محترم يقبل بالوضع اللي انتي فيه. حتى لو ما لقيتيش انسان يقبل بالوضع ده وفضلتي عايشة عزبة طول عمرك، دي نتيجة خطأ انتي اخطأتيه. ما تقدريش تقولي انا ذنبي ايه؟ ذنبك ان انت اتجننتي من وانت صغيره وما حكمتيش عقلك، ذنبك انك اتهورتي وكل ده علشان ابوكي قرص عليكي شويه، ذنبك انك عملتي في نفسك كده. فما تخليش الذنب اتنين وتلاته واربعه وخمسه، نلم الامور ونتقي ربنا علشان ربنا يكرمنا في الايام اللي جايه.